يعني هرب من ساعة؟ تقريبا. طب هو فين؟ ما تكلمش ليه؟ مش مهم هو فين، المهم انه مش تحت ايده، مش تحت ايدنا احنا كمان. انا متأكد انه هيكلمنا. الو؟ ايوه يا عمر، انا ريم صاحبة الكافيه. معلش يا ريم، كلميني بعدين. الموضوع بخصوص ليلى. مالها ليلى؟ معتصم اخذ الولد ورفض يرجعهولها، وانا خايفه انها تتهور وتقتله. انت بتقولي ايه؟ ليلى اشترت طبنجه يا عمر. طبنجه؟ طب هي فين دلوقتي؟ ليلى في الكافيه، بس حالتها مش طبيعيه، ضروري تيجي بسرعه قبل ما تتهور تحصل مصيبه. طب خلي عينك عليها، ما تسيبهاش لحد ما اجيلك. الحب بهدله. تقولي يا ناصر، ده ليلى هتعمل مصيبه. مصيبه؟ ربنا يا عم يهني سعيد بسعيده. يا عم بتقولي اشترت طبنجه وعايزه تقتل طليقها.